على بركة الله انطلاق الفعاليات الرسمية لجائزة فخامة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة. أيها السادة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نجتمع اليوم معا بهذه المناسبة الثقافية الكبرى والهامة والتي مثلت حلما طالما انتظره كل الفاعلين الثقافيين وعلقوا عليه آمالا جساما. إنها مناسبة انطلاقة جائزة فخامة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، تلك الفنون التي باتت تمثل ركنا ثقافيا معتبرا من أركان ثقافة الأمم وقنطرة ضرورية للتواصل والتعاطي مع الآخر. إن الفنون بكل أجناسها من سينما ومسرح وغناء ورسم ونحت وتصوير تمثل ملمحا أساسيا بل ومركزيا من ملامح الأمم والدول. إنها أداة ناعمة وفعالة لتسويق حضارات وثقافة المجتمعات والتعريف بها. وإذا كانت هذه الأرض قد عرفت في الماضي من خلال علمائها وشعرائها وفقهائها، فإنها اليوم جديرة بأن تعرف من خلال سينمائيها وفنانيها ورسامها. أيها الجمع الكريم، إن الفنون تستمد أهميتها من عديد المجالات والأبعاد المرتبطة بالإنسان وبالحياة عموما، فهي تتجاوز البعد النفسي إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي. فعبر جماليات الفنون تتفتق المواهب وينمو الذكاء، وعبرها يتعزز انسجام المجتمع وتتصلب بنيته، ومن خلالها تخلق فرص العمل وتحفز الاقتصادات. أيها الجمع الكريم، إن الفنون كذلك تستخدم في التعليم لتبسيط المفاهيم وتقريبها وتنمية مدارك الصغار من خلال تحفيز الخيال لديهم وتحسين قدراتهم الإبداعية، إضافة إلى قدرتها على خلق النموذج عندهم باكرا. إنها وسيلة مهمة لتكوين إنسان سوي إيجابي متصالح مع ذاته، مؤمن بقيم العدل والمساواة والإخاء. أيها الجمع الكريم، إن الإيمان الراسخ لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني بدور الثقافة في تعزيز اللحمة الوطنية وبناء الدولة وترسيخ قيم الإنصاف وتعزيز مفاهيم التنمية جعله يوليها اهتماما خاصا ومركزيا بل ومحوريا في برنامج التعهدات الذي تسعى حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود جاهدة إلى تحقيق مختلف مضامينه. وهي مناسبة يؤكد قطاعنا من خلالها لجميع الفاعلين الثقافيين من فنانين وأدباء وشعراء وكتاب أنه لا سبيل لتحقيق تلك الأهداف من دونهم. لذلك فإننا نعول عليكم كثيرا وعلى أفكاركم ورؤاكم وطموحاتكم بوصفكم شركاء في تجسيد المشروع الثقافي والمجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية. وفي الختام أعلن على بركة الله انطلاق الفعاليات الرسمية لجائزة فخامة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، وكلنا ثقة بأنها ستشكل فرصة كبرى لتنافس إيجابي شريف يخلق حراكا فنيا جادا وهادفا سيمثل دون شك منعطفا هاما في تاريخ الفنون في البلد. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.